أخيرا جبت لكم منحة مجانية، بس المرة دي للبكالوريوس وللماجستير من جامعة من أقوى الجامعات في بريطانيا، جامعة مانشستر. بعد مرور سنة على الحرب في السودان وعدم اليقين بشكل المستقبل التعليمي لأبناء وبنات الشعب السوداني، جامعة مانشستر عملت منحة سنوية لعشرين طالب لمساعدة المتضررين من النزاع المسلح. المنحة دي اتعملت للأوكرانيين قبل سنتين، ولكن حسي طلاب السودانيين اللي تأثروا بالحرب بيستحقوا المنحة دي كمان. إذا أنت طالب من السودان وتم تحطيم أحلامك بسبب الحرب، تقدر تقدم على منحة جامعة مانشستر، بس لازم قبل 15 إبريل. المنحة دي بتغطي الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة وتذاكر السفر والتأشيرات. وحسي ده أنا بعرف بنت سودانية أخذوها السنة الفاتت. قبل ما نديكم الزبدة، تابع الصفحة واكتب منحة في التعليقات عشان أرسل لك رابط التقديم. ركزوا معاي هنا، ما في وقت كتير عشان نقدم على المنحة، لازم تتوافق مع معايير معينة، زي انك توريهم انك بخطر بسبب النزاع المسلح، يعني الحرب في السودان، ودي ما محتاجة اثباتات كتيرة، العالم كله عارف الحاصل شنو في السودان. بس النقطة الاهم انه يكون عندك عرض قبول غير مشروط لشهر سبتمبر 2024. وما محتاج اجيب سيرة الانجليزي يا جماعة، ما في منحة بدون انجليزي في بريطانيا. لو ما جاهزين احفظوا الفيديو للسنة الجاية وجهزوا نفسكم من بدري. وروني في التعليقات لو عايزين تعرف قصتي مع اللغة الانجليزية، ولو عايزين فيديوهات عن تطوير اللغة وتحسين الاداء في امتحان الايلتس.